أعزائنا المشاهدين، مساء الخير. مساء الخير. أمسيات، هذا هو اسم برنامجنا والذي نتمنى أن يكون نادي للمشاهدين، وأن تكون سهرة ممتعة، وأن تكون أمسية نافعة تضيف إليكم جديدا أو طريفا. أنا وزميلتي ندى سنكون معكم في كل سبت إن شاء الله، ونتمنى أن نكون الأقرب لكم. بالله يا ولد الناس ابعد عن دروبي، لنت وليين علي وثوبك مو بثوبي، الراس ما ينحني إلا لمولا، خلك في غيظك موت مالك أمل صوبي. أما الآن أعزائنا المشاهدين، فسنستعرض معكم فقرات أمسية الليلة. هناك طبعا مسابقة أسبوعية راح يطرحها زميلي محمد، ومن ثم سنتلقى عليها المكالمات. طيب، هو سوق في مدينة معينة؟ أكيد يكون في مدينة معينة، ما بيكون في الصحراء. في سوق مطرح؟ سوق مطرح. شكرا جزيلا. هذا بالنسبة لفريقنا أنا وندى، إحنا راح نلتقي يوم السبت بكم، ولكن البرنامج هو خلنا نقول يومي من السبت إلى الثلاثاء. في الغد هناك لقاء مع فريق آخر، من راح يكون معنا من الزملاء إن شاء الله؟ وكتم بنت محمد الزجالي وأيضا خالد الزجالي، وراح يكون هناك طرح آخر غير اللي شفتوه اليوم. يعني نتمنى اللي يحب يتابع حلقة بكرة يتابعها من البداية بس عشان ياخذ طبيعة الحلقة. في الختام نقول شكرا لكم، واعذرونا على أي تقصير، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أفضل. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، ونلتقي يوم السبت إن شاء الله. في أمان الله.